مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. فاكيد كما كتشوفوا معايا ابتسام بطمة حاضرة اليوم في رواق المؤثرة أم طيبة للعبايات والمخاوير. كما كنشوفوا هنايا ابتسام كتحاول أنها تدور على كل هذه البناء في معرض رمضاني اللي من توقيع أكيد ربيعة، صحفي ربيعة اللي اليوم جمعات هاد العارضين في هذا المعرض الناجح ما شاء الله. وكما كنشوفوا هنايا ابتسام حاضرة وكتشوف هاد المنتجات ديال الام طيبة للعباية والمخاور. لكن ما كنشوفوا ما شاء الله اقبال كبير على هاد الازياء الرمضانية في هاد الايام المباركة، ايام الشهر الفضيل. فكي كتشوفوا مشاهدينا الكرام ابتسام بطمة كتختار وكتشوف هاد المنتجات هادو. بقاو معنا نشوفوا كيفاش جاوها وشنو رأيها في منتجات المؤثرة المغربية الإماراتية أم طيبة أو ابتسام. قلت لكم مشاهدينا الكرام ابتسام بطمة حاضرة في المعرض الرمضاني الخاص بربيعة تحت حراسة أمنية مشددة اللي كيقوم بها هذه الفرقة اللي أمنات الجولة ديال ابتسام بطمة في هذا المعرض هذا. وما شاء الله هو معرض رمضاني ناجح يعرف حضور تلام المشاهير ونجوم المغاربة اللي ساهموا في إنجاح هذا المعرض تحت إدارة أمنية مكتفة. ما شاء الله ربيعة هي منظمة الحفل وهذا المعرض الرمضاني قدرات على أنها تستقطب نجوم ومشاهير مغاربة باش ينجحوا لها هذا المعرض الرمضاني الناجح. وكما كنشوفوا مشاهدينا الكرام ففي هذا البث المباشر الخاص بقناه شوف تيفي كنقلوا لكم بصوت الصوره ما يقع في هذا المعرض الرمضاني وكيفاش ابتسام بطمة داخل الرواق كتختك علينا او خلي كتختك علينا رواق الخاص بالمؤثره المغربيه ام طيبه اللي ما شاء الله عندها مجموعه من الازياء الاماراتيه من عبايات ومخاوير كذلك على ما اظن هذه الاثواب هذه. فما شاء الله كاين اقبال كبير وظروف المعرض غدا بشكل جيد. وكما كنشوفوا ابتسام بطمة كتحاول انها تبين كل هذه الازياء هذه كتعطي كل واحد صراحة الحق ديالو. فالمعرض ناجح ما شاء الله ومئات النساء المغربيات جاوا من كل جهه باش يشوفوا ابتسام في هذا المعرض الرمضاني الناجح. ومشاهدينا الكرام كما كتشوفوا ابتسام بطمة مواصلة الجولة ديالها في هذا المعرض الرمضاني وسط حراسة أمنية اللي كتحاول أنها تنظم حضور هاد النساء المغربيات اللي جاو هنايا. فمشكورين هاد الفرقة هادي اللي صاحبوا أو اصطحبوا ابتسام بطمة في كل هاد الأروقة هادي وهي الآن في رواق أم طيبة للعبايات هنايا في هاد المعرض هذا. كما كنشوفوا ابتسام كتحاول تقدم لها كل هاد العبايات والبنكرات. تميز لنا باين عن ابتسام، عرفتي راه لابسه انا دابا وحده كتحضر. لا مشكلة حضري حضري اختي. ومشاهدينا الكرام كما كتشوفوا مواصلين معكم ربيعة ما شاء الله اللي اختارت كل عنصر في هذا المعرض هذا بداية بالحراسة الأمنية مرورا ما تسكن، ولكن ما شاء الله حتى هو حاضر في هذا المعرض. فمعرض رمضاني ناجح ما شاء الله ومجاني بحال المبادرات هذو اللي من شأنهم أنهم يدعموا هاد التجار هذو وكيخليوا على الناس يعرفوهم ويتعرفوا بيناتهم، فهذا امر زوين وزوين بزاف. اذا مثلا كما كتشوفوا مازال ابتسام ام طيبه حاضره في هذا المعرض هذا ما شاء الله وكتكمل الجوله ديالها في هذا المعرض هذا. موفقه ابتسام على هذا. السلام عليكم. كما كنشوفوا ابتسام بطمة ترجمة
لا بينيا ماشي الصوص باقي ما جيتش عندي انا لايت ماشي إذا وجدني كراكي ما كتشوفوا ف ما شاء الله كاين واحد القبول كبير في هذا المريض كاين نساء مغربيات اللي جاو من كل ما دخلت إلى حتى من برا كازا باش تحضر وتلاقى لأنهم بصح تلاقوا كي كنشوفو فابتسام باطمة كتلتقى بصور تذكارية مع المعجبين والمعجبات ديالها في هذا المعرض الرمضاني. كما كنشوفو مشاهدينا الكرام فابتسام باطمة عطيها كل واحد حقه كتحاول أنها توقف وتشوف مع الناس المنتجات ديالهم. فمرسي معكم مشاهدينا الكرام كما كنشوفوا فابتسام باطمة حاضرة في هذا المعرض الرمضاني كتحاول انها تتلاقى مع كل المعجبات بعد ما كانت عند ابتسام فهي الان مشات لرواق اخر. Thank you.